بيبدأ الفيلم أثناء الحرب ما بين الهند وباكستان، بيكون في كتيبة من الجيش الهندي بتحاول تسترد منطقة على جبال. المعركة دي بتتقتل جنود كتير جدا من الكتيبة، والقائد بتاعهم بيحاول يشجعهم وبيقول لهم لازم يكملوا ما يستسلموش، ده لأن الكتيبة متحاصرة من جنود العدو. بيقوم القائد وبيفتح قنبلة وبيطلع وسط الضرب وبيضحي بنفسه علشان يرمي القنبلة في وكر العدو ويفك الحصار عن باقي زمايله. بنرجع قبلها بسنين كتير لطفل اسمه فيكرام يلعب في الشارع مع أخوه في شارع. يبان ان فيكرام شخصيته قوية جدا ومش بيخاف من العيال الاكبر منه، مع ان ابوه دايما بيحذره وبيعاقبه لما بيتخانق مع اي حد، بس فيكرام مش بيخاف حتى من ابوه. بيكون في واحد بيتكلم عن شجاعة فيكرام في مؤتمر بيحضره عدد كبير من الناس، وبيقول ان فيكرام من وهو طفل صغير كان حلم حياته انه يكون جندي، انه كان بيلبس لبس الجيش في اي مناسبة بيحضرها. حتى لما بيكبر فيكرام وبيدخل الجيش وبيتدرب في الكلية العسكرية، لما بيكون عنده 23 سنة بيبقى ملازم في فرقة اسمها كشمير 13. الفرقة دي اتسمت على اسم المنطقة اللي هيخدموا فيها. بيوصل فيكرام لمقر الكتيبة وبيتعرف على زمايله والفرقة اللي هينضم ليها. بتكون منطقة كشمير مليانة عصابات إرهابية، على عكس كل جنود الفرقة اللي بيكونوا مركزين على أماكن التجمعات في الأماكن العامة علشان يمسكوا الإرهابيين. بيكون فيكرام متعرف على كل أهالي منطقة كشمير وبيتكلم ويهزر معاهم طول فترة المراقبة. ده بيضايق قائد الفرقة وبيحذره وبيقوله إن الإرهابيين هيبقوا برضو من أهالي المنطقة. بتجيلهم معلومات عن مجموعة إرهابية إنهم هيعدوا من الطريق ده علشان يسلموا صفقة سلاح، يعملوا كمين على الطريق علشان يتأكدوا من البلاغ ده. لحد ما فيكرام بيلاحظ إن في عربية كانت بتتحرك من مكانها وعايزة تهرب، عشان كده بيبدأ فيكرام يضرب عليهم من غير أمر القائد بتاعه. بيخرج الإرهابيين وبيضربوا عليهم، والقائد بيأمر فيكرام إنه يوقف ضرب لأن في مدنيين وممكن يتصابوا، بس فيكرام بيعصى الأوامر وبيستمر في الضرب وبينقذ القائد بتاعه قبل ما يتصاب الرصاص. بيقدر يمسك المسؤول عن المجموعة الإرهابية، بس القائد بتاعه بيزعقله لأنه متهور وبيعصى الأوامر وبيقوله إنه لو ده اتكرر هيطرده من الكتيبة. باقي زمايل فيكرام بيكونوا فرحانين بيه جدا وبيقولوله إنه لو اتعين قائد للكتيبة هم هينضموا ليه. وفي آخر اليوم بيروح فيكرام لسريره يلاقي رسالة من حبيبته ديمبل، بيفتكر إنه أول ما شافها حبها جدا وفضل يبص لها فترة طويلة على أمل إنها تاخد بالها منه وتبص له، لحد ما أخيرا بصت له. وبيروح ياخد نصايح من صاحبته منى وبيسألها إزاي يبدأ كلام مع ديمبل، ومونا بتقوله لازم يطلب منها انها تخرج معاه، بس فيكرام ما بيعرفش يعمل كده فبيروح يدي ورده لصاحبته مونا قدام ديمبل. بتتغاظ وبتغير جدا وبتقول انها عايزه تتكلم معاه شويه، بتقوله انها معجبه بيه وبتحبه. بيروح فيكرام يتقدم لها علشان يتجوزها، بس ابوها بيرفض وبيقول ان ديانتهم مختلفه، وده لان ديمبل من الديانه السيخيه، وكمان لان فيكرام ما معهوش فلوس. بيقرر ينضم للقوات البحريه لان مرتبها عالي، وده بدل ما يحقق حلمه ويدخل الجيش. ابو ديمبل بيقول لها انه وافق على العريس اللي تقدم لها قبل كده. بتتضايق ديمبل وبترفض وبتقوله انها لو ما اتجوزتش فيكرام مش هتتجوز خالص. بتلاقي ان فيكرام رجع في كلامه ومش هيدخل البحريه، وبيقول لها انه لازم ينضم للجيش ويحقق حلمه. بتقرر ديمبل انها تدعمه في قراره، بتقوله انها مش هتتجوز لحد ما هو يرجع. وبنرجع تاني لفيكرام في منطقه كشمير، بيقولوا له ان الشخص اللي هم قبضوا عليه شخصيه مهمه جدا، ده لانه اكبر رجاله الارهابي حيدر. حيدر ده المسؤول عن المجموعات الارهابيه في المنطقه كلها. بيكون حيدر بيقتل اربعه من رجالته لأنهم كانوا بيسربوا معلومات للجيش الهندي، وبيعلق جثثهم في الشارع بعد ما موتهم قدام أهاليهم من غير رحمة. بيكون فيكرام مع واحد من زمايله وبيقوله إنه بقى عنده بنت عندها 6 شهور وإنه مستني ياخد أجازته علشان ينزل يشوفها لأول مرة. بيقابلهم واحد من سكان المنطقة وبيطلب إنه يتكلم مع فيكرام لوحده. لما بيروح معاه بيلاقي الراجل ده عنده ابن اسمه أرسلان، وبيطلع منضم للجماعة الإرهابية وبيتدرب معاهم. بيعرف منه إنه الإرهابي حيدر هو المسؤول عنه، وأرسلان بيقول له إنه عايز يخرج من الجماعة، وده لأنهم مش مجاهدين ولا حاجة وبيعملوا كل ده علشان الفلوس، بس خايف يخرج منهم لأن حيدر بيقتل أي حد يفكر يخرج من المجموعة بتاعتهم. بيطلب من فيكرام إنه يساعده. بتجيلهم معلومات إن المجموعات الإرهابية عندهم مخطط للهجوم على مقر الجيش في المنطقة، فبيهجموا عليهم وبيقدروا ياخدوا الأسلحة بتاعتهم وبيبوظوا لهم المخطط. وهم في الطريق بيلاقوا طفل موقف الغنم بتاعه وقطع الطريق، وبيطلع ده كمين والإرهابيين بيضربوا عليهم، وبيموت القناص بتاع الكتيبة وجنود كتير جدا ومنهم اللي كان مستني ينزل يشوف بنته لأول مرة. وبيزعل فيكرام جدا على زمايله وبيقول انه مش هيسمح لحد تاني انه يموت من الكتيبة، وان الجثث الجاية يا اما هتبقى جثة العدو يا اما هتبقى جثته هو. عشان كده بيروح لأرسلان وبيتفق معاه يعترف على مكان حيدر، وبيوعده انه هيقضي عليه وهيبقى هو في امان، وبيحطوا خطة. وقائد الجيش في المنطقة بيخلي فيكرام يبقى المسؤول عن المهمة وعن الفريق بتاعه. بيتحركوا وقت الفجر في المنطقة اللي أرسلان قال لهم عليها، بيلاقوا إرهابيين كتير جدا،
بس حيدر مش منهم، فبيحاصروا كل بيوت المنطقة وبيحاولوا يخرجوا المدنيين علشان ما يتصابوش. بيفتشوا كل البيوت وبيوصلوا للبيت الأخير. فيكرام بيلاحظ إن في واحدة ست قاعدة بس لابسة جزمة رجالي، وبيطلع ده حيدر ومتخفي في هدوم ست. يحاول إنه يهرب بس فيكرام بيضربه وبيقتله بكل سهولة وبتنجح المهمة. بيقدروا ينظفوا منطقة كشمير من الجماعات الإرهابية. في الوقت ده جنود الجيش الباكستاني بيقرروا يتحركوا على الجبال ويقعدوا على حدود منطقة كشمير وبيرفعوا علم باكستان، معناه إنهم بيستعدوا للحرب في المنطقة دي. بياخد فيكرام أجازة وبينزل لبلده وبيشوف ديمبل اللي بتتخانق معاه لأن أجازته 3 أيام بس وبكده مش هيلحقوا يتجوزوا. قبل ما يرجع تاني للكتيبة بيودع ديمبل وبتقوله إنها حاسة إنها مش هتشوفه تاني. بيسمعوا أخبار في التلفزيون عن مجموعة مكونة من 5 جنود تقبض عليهم من الجيش الباكستاني وقتلوهم. سلموا جثثهم للجيش الهندي، وبعدها بيكتشفوا إن الجثث اتعرضت لتعذيب شديد قبل القتل. علشان كده الجيش الهندي بيقرر يستعد للحرب مع باكستان. بيبدأوا ينظموا مقراتهم على حدود المنطقة، وقبل ما يستقروا بيتم مهاجمتهم من الجيش الباكستاني وبيرموا عليهم قذائف كتيرة جدا. بيدمروا المقر بتاعهم من قبل ما يتكون، وبيموت عدد كبير جدا من الجنود ومنهم قائد فرقة مهمة جدا في الجيش، وبيزعلوا كلهم عليه لأنه كان بيشجعهم دايما. وبتتحول الكتيبة بتاعت فيكرام من كتيبة احتياطية لكتيبة أساسية في الحرب، وبيدوا لكل واحد فيهم اسم مستعار، وبيكون اسم فيكرام هو الأسد الملك. مهمتهم هي الهجوم على منطقة 5140 وتنظيفها من الجيش الباكستاني. بتكون المهمة بتاعتهم صعبة جدا، وده لأن المنطقة على جبل منحدر وارتفاعه 17000 قدم، غير إن الأكسجين قليل جدا في أعلى الجبل والتنفس هيكون صعب. بيضطروا يتحركوا بالليل علشان يهجموا وقت الفجر. بيفضل الجيش يضرب على العدو قذائف على ما الفرقة بتاعتهم تطلع الجبل. بيكون الجيش الباكستاني قادر إنه يسمع المكالمات بتاعتهم، وبيقدروا يوصلوا للتردد بتاعهم وبيكلموهم. قائد بتاعهم بيكلم فيكرام وبيقوله إنه لقب الأسد الملك اللي هو واخده مش معناه إن هو ملك فعلا. بيقوله إنه لو هجم عليهم مش هيرجعوا عايشين، لا لأنهم جاهزين للمعركة بكل حاجة. بس فيكرام مش بيخاف منه وبيكمل لحد ما الشمس بتطلع، وبيحطوا خطة هجومهم وبيهجموا من الجهة الشرقية للمنطقة. بيضربوا قنابل في وكر العدو، وبيدخل فيكرام وبيقتل مجموعة من الجنود قبل ما يضربوا زمايله بالأربيجي. بينظفوا المنطقة وبيرفعوا علم الهند على النقطة 5140. بيتم تكريم الكتيبة وبيترقى فيكرام من ملازم لنقيب. بيعملوا معاه لقاء تلفزيوني وبيتذاع وكل عيلته بتشوفه. بيكونوا فخورين بيه جدا. بيحكي فيكرام المكالمة اللي حصلت ما بينه وبين قائد العدو، ده بيخلي الجيش الباكستاني يرفض يستلم جثث جنودهم. علشان كده الجيش الهندي بيكرمهم وبيدفنوا الجثث على الطريقة الإسلامية. بيجهزوا للهجوم على منطقة تانية في النقطة 4875، تبقى دي أهم نقطة. قائد الجيش بيقولهم إن لو النقطة دي رجعت تاني للهند بكده هتكون الحرب انتهت والهند هي اللي كسبت. بيدي الكتيبة بتاعت فيكرام أجازة، والمهمة دي هيقوم بيها كتيبة تانية. بس فيكرام بيقول للقائد إنه عايز يشارك في المهمة دي لأنها فرصة مهمة جدا بالنسبة له، إن ده هيبقى شرف كبير جدا ليه إنه يشارك في آخر مهمة في الحرب. بيفضل يتحايل على القائد لحد ما بيوافق، وبيديله دور القائد التاني في الفرقة. وبتبدأ المعركة وبيكون جنود العدو كتير جدا، بس بتقدر الفرقة إنهم يفجروا الوكر بتاعهم. الوقت ده بيترمى قنبلة على القائد الأول للفرقة وبيتصاب. بيروح فيكرام ينقذه وبيبعدوا عن جنود العدو قبل ما يقتلوه. بيفجروا الوكر الأخير وبيخلصوا على الجنود. بيفتكروا إن المهمة انتهت وإنهم كسبوا المعركة. بيتفاجئوا بوكر تاني على مسافة أبعد وجنود العدو مش باينين، وبيضربوا على زمايل فيكرام وبيموت عدد كبير جدا منهم وبيتحاصروا. والقائد بيقول لفيكرام إن وكر العدو هيجيلهم دعم وبيأمرهم ينسحبوا، بس فيكرام بيقوله يديله وقت 15 دقيقة بس وهو هيخلص عليهم. بيأمر واحد من الجنود إنه يروح لحتة واضحة ويفجر وكرهم وهم هيغطوه لحد ما يعدي. بيقدر يعدي فعلا، وقبل ما يضربهم بالأربيجي بيتقتل. وبيعرف فيكرام إن في قناص بيراقبهم بس هم مش شايفينه. يقرر فيكرام إنه يعدي لزميله. بيحاول القناص إنه يقتله وبيضربه أكتر من مرة لحد ما بيوصل لزميله وبيلاقي إنه مات. فبيقرر فيكرام يكشف نفسه علشان القناص يضرب عليه وزمايله يعرفوا مكانه. بيتصاب فيكرام بأكتر من طلقة لحد ما القناص بيديله الطلقة الأخيرة. ساعتها زمايله بيعرفوا مكان القناص وبيفجروه. بيشوف فيكرام زمايله وهم بيهجموا على الوكر الأخير وبيرفعوا علم الهند في المنطقة. ساعتها فيكرام بيموت. بيتم تشييع جنازته وبتحزن عليه ناس كتير جدا. بيفضلوا يفتكروا مواقف فيكرام الحلوة معاهم. نرجع تاني لأول الفيلم، شخص اللي بيتكلم عن فيكرام في المؤتمر بتاعه وبيكون ده أخوه فيشال. يحكي قصة حياته في المؤتمر ده. بيتم تكريم فيكرام بجائزة برام فيرا شاكرا، ودي أعلى وسام عسكري في الهند. أبو فيكرام هو اللي بيستلم الجائزة، لا لأن فيكرام هو اللي أنهى حرب استمرت لسنوات طويلة. بيتم تكريم كل الجنود اللي كانوا معاه في الكتيبة حتى اللي ماتوا. أما ديمبل فبتقرر إنها تشتغل مدرسة، وبترفض إنها تتجوز أي شخص من
سنة 1999 لحد دلوقتي، وبيخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن ايه.